هذا المستوصف الصحي اللي معزل بدون أي كادر، والكادر طالع الإيران بدون أي إجازة، والقرية تعاني من أمراض خصوصا الأطفال والشيوخ من الضغط والسكر، وهذا المستوصف معزل مثل ما تشوفونه. ويا ريتكم توصل مناشدة لوزير الصحة ومحافظ واسط المحترمين بأيجاد نظروا حل وأيجاد حل لهذه المواطنين وهذا المستوصف كما ترونه معزل، وشكرا جزيلا.